حلوة ومعلومات مبشرة زي ما قلت، بتخلي كده في أمل عند الكثيرين. طيب، امبارح وزارة الهجرة أطلقت المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية اتكلم عربي. هذه المبادرة اللي بتستهدف توعية أبنائنا بهويتهم وبتاريخهم. سفيرة سهى الجندي وزيرة الهجرة قالت إنه فعاليات المرحلة الجديدة هتركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وبجذورها المتنوعة. وكانت أول الفعاليات اللي نظمتها وزارة الهجرة كانت لقاء مع الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات اللي التقى بعدد من طلاب المدارس. معانا على الهواء دكتور وسيم السيسي عالم المصريات. يا دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي. أهلا. أهلا بحضرتك. عايز اعرف بس الاول، لما حضرتك رحت اتكلمت مع مجموعه من الطلبه الولاد الصغيرين علشان تعرف كده يعرفوا ايه عن مصر ويعرفوا ايه عن العربي ويعرفوا ايه عن الفراعنه ويعرفوا ايه عن اي حاجه، لقيت ايه؟ هو الواضح انه ما كانش عارفين اي حاجه عن مصر. فالشيء الجميل الاستجابه والانفعال بتاع الاولاد والانبهار بتاعهم ازاي ان مصر هي اول من اهدى العالم عمليه المايه بيضاء وتركيب مسامير في العظام في الفخذ عظمه الفخذ المكسوره، وازاي عمليه التربنه، وازاي شرحت لهم ان الديلي ميل من 5 اشهر كانت بتقدم الشكر لمصر القديمه لان العمليات اللي كانت مصر القديمه بتعملها في اصابات الراس طلعت انجع واحسن من العلاج التقليدي اللي هو يعني بيستخدم في انجلترا، وصاحب هذا البحث هو بيتر هاتشنسون وجايبين صورته. فالحقيقه اكتشفت ان هم يعني متعطشين جدا وان هم مثل لكل اولادنا في الخارج، وان الاستجابه بتاعتهم وفرحهم بمصر القديمه وحضارتها لدرجه ان يعني قلت لك ان كان حوالي 300 من 300 ل 400 طالب من 8 سنوات ل 15 سنه كلهم سلموا عليا، لدرجه ان بعضهم جاء هاجنج مي طفل بتاع 10 سنين، ويعني كانوا سعداء جدا ومبهورين. وبعدين الأسئلة اللي كانوا بيسألوها تدل على عقلية جدلية بتناقش، ويعني كانت حاجة إيه رائعة جدا. ايه اهم الأسئلة يا دكتور يعني وسيم اللي ممكن يكونوا الولاد يعني سألوها لحضرتك وحضرتك اندهشت نعم. بفكرة ايه اهم الأسئلة مثلا اللي سألوها لحضرتك؟ يعني مثلا انا كنت من ضمن الحاجات اللي شرحتها لهم ان مصر كانت متقدمه جدا في زراعه الاسنان، وبعدين عندنا برديه غريبه قوي مكتوب فيها ان الزرع زرع السنان اذا كانت من توأم متوفي الى التوأم الذي على قيد الحياه هي تثبت بعد تثبيتها باسلاك رقيقه من الذهب. اما اذا كانت الزراعه من قريب أو غريب فهي لا تثبت. الأطفال واحد منهم بيسألني بعد كده لما فتحنا باب الأسئلة قال لي طب واحد افرض محتاج زراعة أسنان وأخته كانت ماتت أو أخوه كان مات، ممكن ينفع ولا ما ينفعش؟ فطبعا كان سؤال رائع يعني وغريب، يعني ان هو طبعا فهمته ان في حاجه اسمها مضاهات الانسجه اللي احنا بنعملها دلوقتي قبل زراعه الكلى مثلا على سبيل المثال. فاسئلتهم كانت رائعه جدا يعني. السؤال البديهي اللي بيجي مش بس في دماغ الصغيرين لكن كمان نعم السؤال البديهي، يعني لما اي حد هيسمع حضرتك بتتكلم دلوقتي على الحضاره المصريه القديمه وخاصه في مجال الطبي، الكبار قبل الصغيرين لازم يسالوا هي فكره يعني هذه الحضاره اللي قدرت تصل الى اشياء الناس بتقدر تصل ليها دلوقتي، ده لو وصلت ليها يعني، علشان في اجهزه حديثه وفي اجهزه طبيه مساعده وفي تكنولوجيا وفي أجهزة اتصالات ووسائل المعرفة بقت متعددة،
لكن الحضاره دي ازدهرت بشكل كبير. هنا بتكلم طبيا، ازاي عملوا ده؟ طبعا في حاجه اسمها السعي الحضاري اللي هي ما قبل التدوين. فاحنا عندنا التدوين اكوردنج لمانيتون المؤرخ المصري السمنودي المولد انها 5619. المكتب المتحف البريطاني بيقول انها 3100، انما ثبت بالدراسات الحديثه خصوصا اندري بوشان عالم المصريات الفرنسي وفلاندرس باتري اثبت ان كلام مانيتون صح، وان الاسره الاولى بدات 5619 وليست 3100. في 5000 سنه قبل ذلك او على الاقل 3000 سنه اسمها السعي الحضاري. يعني هم لما اهدوا العالم السنه الشمسيه انها 365 يوم وست ساعات سنه 4241 قبل الميلاد. طبعا دي ما جاتش كده، دي لازم قبلها 2000 3000 سنه كانت رصد الافلاك والنجوم و الى اخره. ففي السعي الحضاري، وعشان كده هو يعني الناس بتستغرب، ومن كتر الدهشه بتاعتهم اللي يقولوا لك بقى سكان كواكب اخرى. وطبعا انا رديت لهم من ضمن الاسئله على الحته دهيا ان سكان كواكب اخرى ده طبعا كلام غير صحيح، بدليل ان تحتمس الثالث مؤسس الامبراطوريه في برديه في الفاتيكان موجوده بيقول فيها اخبرتني الكهنه ان ظهرت يعني اجسام دائريه في سماء البلاد، امرت بتسجيل هذه الظاهره للاجيال القادمه. فمعنى كده دي حاجه نادره وظاهره. اضيف الى ذلك ان يعني في برديه، حضرتك بتقولي انه في برديه في برديه بيقال فيها هذا الكلام. نعم. في برديه مصريه بيقال فيها هذا الكلام، فكره انه واحد من الملوك شاف هذه الاجسام الغريبه في السماء. ما هي دي بتاعت تحتمس الثالث اللي هو مؤسس الامبراطوريه، بيقول في السنة 22 من حكمي في فصل الشتاء أخبرتني الكهنة أن سماء البلاد امتلأت بأجسام فضية لامعة، أمرت بتسجيل هذه الظاهرة للأجيال القادمة. هي دي البردية الوحيدة اللي موجودة في الفاتيكان دلوقتي. إنما مش معنى هذا أن هم اللي بنوا الأهرامات وعملوا الحاجات الخطيرة دي. بمناسبة البرديات، دليل على كده كمان ان احنا عندنا 4 من العلماء اتفضل جمعوا 36 وثيقة اصلية في الرياضيات المصرية القديمة. فاحنا عندنا الدليل على ان يعني اجدادنا هم العلماء اللي عملوا ده كله يعني. طيب بمناسبة البرديات، في بردية تم اكتشافها مؤخرا، اعتقد بيقولوا هذه البردية بتصل الى 16 متر، صح يا مصطفى؟ معانا الصورة ممكن نشوفها؟ دي تم اكتشافها قريبا يا دكتور. تصل الى 16 ايه؟ 16 متر طول البرديه، وبتحوي على او بتحوي نصوصها بردية على تاني، وهي اشهر برديه 24 متر و6 من عشره. انا بتكلم على البرديه الاخيره اللي تم اللي اكتشافها، اللي هي فيها بيقال ان هي كامله. هي لا، هم بيقولوا دي اطول برديه او يعني لا لا، في أطول منها اللي هي بردية آني الحكيم آني. تمام. ودي محفوظة في المتحف البريطاني، وأنا أخذت صورة منها موجودة عندي ومستعد أعرضها عندكم كمان، اللي هي محاكمة الروح. محاكمة الروح. اللي هي فيها الخطوات كلها بالصور والآخره، واللي فيها بقى قانون الأخلاق اللي هو يحاسب عنه المتوفي قصاد 42 قاضي يمثلون 42 محافظة. هذا القانون قانون الأخلاق. كارين شوبرت عمدة برلين الحالية بتقول كنا نعمل ايه لو يعني ماذا كان سيكون شكل العالم اليوم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة الممثلة في قانون الأخلاق. عندك مثلا والاس بادج وهو عالم مصريات بريطاني يقول احنا في حاجه الى قرنين من الزمان حتى نصل الى هذا المستوى الرفيع من الحضاره الانسانيه. طبعا قانون اخلاق لغايه النهارده الناس بتنهل منه
لدرجة إن جيمس هنري بريستيد بيقول يعني إحنا حاليا واقفين على قصر الأخلاق، على البوابة، لسه ما وصلناش إلى داخل القصر اللي هو مصر القديمة عملته. أنا بس وإذا كنت عايزين عاوزة حضرتك، مثل بسيط نعم في اتفضل الاعتراف، اتفضل. اتفضلي. أنا بس الكلام ألو، الكلام مشوق جدا وفي تفاصيل كتير، فأنا هستأذن حضرتك يعني لو حضرتك تقدر تدينا ساعة في الاستوديو، يعني نقدر يعني حضرتك عندك وقت مثلا يوم السبت القادم. يسعدني طبعا، طب طبعا خلاص يبقى يسعدني ذلك. نلتقي السبت القادم في الاستوديو بالبرديات ونتكلم بشكل فيه اوكي اكتر تفصيلا ونكون اوكي سامعين بعض كمان بشكل اوضح، لانه بسبب يسعدني ذلك. في فرق صوت، فعلشان كده يمكن ما بنبقاش سامعين بعض كويس طول الوقت. فهننتظر حضرتك ان شاء الله يوم السبت يا دكتور. شكرا جزيلا. هنرتبها، نرتبها مع بعض مبدئيا. اوكي، بشكرك دكتور وسيم السيسي عالم المصريات. دكتور وسيم دايما عنده كلام كتير ودايما اي حاجه يعني خاصه بالحضاره الفرعونيه القديمه والاسرار الكتير اللي في هذه الحضاره، هي مش بس بتستهوي الاجانب على فكره، يعني هم مجانين بالحضاره المصريه القديمه وبالمصريات عموما، لكن كمان بتستهوينا كلنا. اي كلام عن هذا العالم اللي فيه اسرار كتير قوي، مهما نكون عرفنا او مهما يكون في ناس بتقرا كتير عن هذا العصر وهذه الحضاره، في حاجات كتير جدا 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 ما نعرفهاش. فاعتقد ان هو يكون يعني حوار حلو ان احنا نتكلم حكايات كده عن اجدادنا.